في اليوم السابع صفحة واحد، ده موضوع كنا حتى بنتكلم عنه من شوية في بداية أخبارنا، تحت شعار 100 مليون صحة انطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على زواج بالوحدات الصحية، توفير 300 مركز للفحص طوال أيام العمل الرسمية، وحسام عبد الغفار توجيه الطرفين للعلاج حال اكتشاف أي مرض. أهمية هذه المبادرة وفحص المقبلين على الزواج، خاصة أنه الفحوصات الطبية اللي كانت بتتم بشكل صوري قبل الزواج ما كانش الزوجين أو المقبلين على الزواج بيستفيدوا منها، وبعد الزواج يكتشفوا بعض الأمراض ويفاجئوا ويبدأوا رحلة العلاج إذا كان الأمر يتطلب علاج. أهمية هذا الأمر وأهمية أنه كل طرف بيطلع على أو بيقر كمان في أوراق رسمية أنه اطلع على فحوصات الطرف الآخر قبل الزواج. طبعا هنا في خلق ثقافة جديدة، تمام، ثقافة التخلص من الأمراض، ثقافة المكاشفة، ثقافة المصارحة. يعني لما يكتشف مرض معين عند حد من الطرفين وعلاجه سهل، ده أفضل بكتير من أنه يحصل عدوى بعد الزواج، أفضل بكتير من إنجاب طفل مريض يعاني من عدة أمراض بالوراثة. فإحنا قدام نقطة مهمة جدا، فكرة تغيير ثقافة المصريين، ده شيء أساسي وشيء رائع جدا. يمكن المستهدف لو في أمراض مرتبطة مثلا بالضغط، بالسكر، بفكرة نقص هيموجلوبين، بالفيروس بي، فيروس سي اللي احنا قدرنا نتخلص منهم. فاحنا بنتكلم عن هدف المستقبلي يا أستاذ آية، فكرة ان احنا يبقى فيه أطفال خليه من الامراض، يبقى الحياه الزوجيه اصلا ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي عقد حاصله. فكره عرض الزوجين على الكشف الطبي قبل 14 يوم من الزواج ده امر رائع جدا، وعلى الناس انها تخش بقلب مطمن وتكشف وتعمل فحوصاتها بشكل مرن جدا، بيحصل في كل دول العالم، لان الهدف هنا لا هو تجدير ولا هو جمع فلوس، ولكن ممكن تكون شبه مجانية أصلا، فلوس قليلة جدا. الفكرة هنا فكرة استهداف صحة الزوجين وصحة الأطفال فيما بعد.